السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر الحضور ديالكم ونشكركم. هذا اللي معكم لطيف الحسن، رئيس جمعية القبائل الصحراوية المغربية المنظمة لهذا اللقاء اليوم، اللي هو منظم من أجل تحسيس الرأي العام للمقترح المغربي للرأي العام للحكم الذاتي وكذلك الجهة الموسعة، لأن لقينا بأن لا من جهة المغاربة ديال الخارج ولا من جهة الرأي العام الأوروبي اللي كيتكلم على الحكم الذاتي كيتكلم عليه بواحد الصفة عمومية. احنا اللي بغينا اليوم هما جاو أساتذة مختصين في هذا الأمر هذا، وبغيناهم باش يدخلوا التفاصيل للحكم الذاتي المقترح المغربي والعدالة ديالو للتطبيق لحل هذه القضية، حل سياسي وكذلك الجهة الموسعة. ولأجل هذا إن شاء الله والجمعية جمعية القبائل الصحراوية المغربية قام بأنشطة عديدة، لكن اليوم خاص بلقاء دراسي أو شيئا ما للأمر. ونتمنى من الله التوفيق، ولحديثنا بقية إن شاء الله بعد إن شاء الله لحديثنا بقية، راه كاين ضيوف اللي غادي يجوا، كاين ناس اللي غادي يتكلموا. وشكرا للفرقة الطاقم ديالنا إن شاء الله على هذا الحضور ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بوش القعلي من قبيلة تيت ياسين في جهة قلميم، عضو النائب الأول ديال جمعية القبائل الصحراء المغربية في أوروبا. وهاد الجمعية خدامين فيها تقريبا أكثر من 20 سنة، والحمد لله عطات الثمار ديالها وعطات المسائل ديالها في القضية الوطنية، حارسين جدا كما قال صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس: نحن مغاربة الخارج كسفراء صاحب الجلالة قائمين بالواجب الوطني أولا، وقائمين بالواجب أولادنا والعائلة ديالنا في الهجرة، وخدامين للبلاد ديالنا الوطن ديالنا لصالح العام لصالح الوطن. وهذه الجمعية سبقت كما قلت فيها، احنا خدامين 24 سور 24 في المسائل اللي كتضر اللي كتمس بينا بالوطن ديالنا وبالوحدة الوطنية ديالنا. وحنا كما كيقول المثال أهل مكة أدرى بشعابها، وحنا كقبائل الصحراء المغربية كنعرفوا بأن ما يسمى بالجبهة البوليساريو هي جبهة مصطنعة من طرف إخواننا الجزائريين. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى يوفقهم يرجعوا للطريق، لان هما ماشي قضيه ديال التراب، ماشي قضيه ديال كذا، ماشي قضيه ديال قضيه ديال تقسيم المغرب، قضيه ديال تفريق المغرب، قضيه ديال تشتت المغرب. لان ولله الحمد كما قال صاحب الجلاله في خطابته السابقه بان المغرب دوله عارقه ودوله عارفه اش كدير، ودوله باسم صاحب الجلاله غادي شد الطريق مزيان، وهي كتضر بعض الدول الاخرى اللي هي كتضرهم وكيبغيو باش يتشتتوا الوطن ديالنا. وحنا صاحب الجلاله مادام كاين وكان الشعب المغربي وراه وحنا وراه في البلاد الغربيه، حنا كنشوفوا دابا كدول اوروبا المغرب وصل واحد المستوى اللي ما يقدر حتى شي واحد ينزل فيه الا الله تبارك وتعالى. وإلا مستمرين في هذه السياسة، حنا كنشوفوا مع لي ديبيتي اوروبيا وكنشوفوا مع الناس اللي بغاو المغرب وكيقولوا لنا ودي المغرب راه وصل فين وصل. وحنا الحمد لله كنمشيو كنزوروا المغرب وكنشوفوا المغرب وكنشوفوا اليوم غدا احسن من غدا احسن من البارح وبعد غدا احسن من غدا. وحنا كنشوفوا المغرب في المستوى وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى الامور تكون غاديه ان شاء الله في المطار اسميتو، في المطار اللي هو الصحيح وفي المطار، ونتعاونوا على بلادنا والبلاد ديالنا بخير، والبلاد ديالنا ما غاديش يعرفوا الا انسان عايش في برا. وحنا لو كان هاد الناس على حق لو كان كنا معاهم، وحنا ولاد الصحراء وحنا ولاد القبائل الصحراء
حنا جايبين الخبار للصحراء ما كيتروش فيها ما كينعيش فيها، وحنا الصحراء كما قال صاحب الجلاله في الخطابه ديالو السابقه، الصحراء عطيناها عطاها صاحب الجلاله والحكومه صاحب الجلاله عطاتها واحد الاهميه اكثر من الشمال واكثر من اي لواسات، وعطات واحد النتيجه وعطات الحمد لله بخير وعلى خير. ملي كنمشيو للعيون زرنا العيون، زرنا الدخله، زرنا بوجدور، زرنا طرفايا، زرنا طنطان، زرنا المسائل وشفنا كل شيء المسائل كيفاش رجعت، وهذا اللي كيبقى في العديان ديالنا. ونطلب الله تبارك وتعالى يرجعهم البلاد ديالهم سالمين غانمين، كما قال صاحب الجلال ونصره الله بأن الوطن غفور رحيم، كما اللي بغى يرجع مرحبا به، واللي بغى يجي البلاد ديالو مرحبا به، وراه مضرورين من طرف السياسة الخاوية ديال البلدان الأخرين. وهذا وكنطلب منكم سلامنا كنائب الاول ديال جمعيه القبائل الصحراء المغربيه باوروبا، نبلغوا تحياتنا لصاحب الجلاله والى حكومه صاحب الجلاله والى الشعب المغربي. اخوكم بوشلقى علي من مونتلاجولي ضواحي باريس قنصليه بونتواز.